للنقاش ينضم إلينا من إسلام أباد السفير جافيد حافيظ الدبلوماسي الباكستاني الأسبق. أهلا وسهلا بك. وهنا بالاستوديو الصحفي في بي بي سي الزميل أمانالله عطا محمد. أهلا وسهلا بك أمان. بداية من السفير جافيد حافيظ، أهلا وسهلا. وصحيح أن الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف قادت هذه الانتخابات، لكن بصرف النظر عن حزب الشعب، حركة إنصاف أيضا بقيادة عمران خان كان لها نصيب لا يقل أهمية عن نصيب نواز شريف. لماذا اتجه الناخب بقدر كبير إلى يعني السياسيين من غير التيار الإسلامي في هذا التصويت في هذه الانتخابات؟ طبعا السيد عمران خان برز كقوة ثالثة غير رابطة المسلمين وحزب الشعب في هذا الانتخاب، وبرز كقوة قوية. وطبعا الأحزاب الدينية ليس لها نصيب كبير في أصوات هذه المرة كما في المرات المسبقة، لأنه الشعب الباكستاني هو يريد الاستقرار في البلاد ويريد نهضة اقتصادية في البلاد، لأنه باكستان تعاني من مشاكل اقتصادية رهيبة، وهناك مشكلة الإرهاب، هناك تحدي الطالبان. ولمعالجة كل هذه المشاكل هو صوت لنواز شريف لكي يعطيه يعني كل الصلاحيات لمعالجة هذه المشاكل. طيب أمان الله، يعني التيار المدني القادم هذا هل يمكنه أن يحقق ما لم يتمكن من تحقيقه آصف علي زرداري والحكم السابق؟ أعتقد أن الحكومة التي ستأتي بقيادة نواز شريف ستكون يعني تواجه تحديات ضخمة، من حيث يمكن أن نقسمها إلى قسمين، تحديات على الصعيد الداخلي وتحديات على الصعيد الخارجي. تحديات على الصعيد الداخلي، هناك يعني مواجهة لتحدي لنواز شريف في مواجهته، يعني ستواجه التشدد على جبهتين، تشدد من قبل العنف والإرهاب من قبل الطالبان، وأيضا العنف من قبل الانفصاليين بلوش في منطقة بلوشستان الذين يعني يطالبون بانفصال بلوشستان عن باكستان. يعني نواز شريف في حملته الانتخابية ومنذ أن كان يعني في معارضة في الحكومة السابقة كان يصر على أنه يجب أن يتم يعني حوار أو مفاوضات مع حركة أو مقاتلي طالبان باكستان حتى ينتهي هذه موجة العنف التي يقومون بها في داخل باكستان. سفير جافيد حفيظ هو قال أنه يريد فتح هذه المفاوضات، وتحدي كبير أمامه هو تحدي الحركات الإسلامية الراديكالية سيما طالبان باكستان، ولكن هل يمكنه أن يفعل ذلك؟ عفوا، ممكن تكرر السؤال؟ لم افهم. هل يمكن لنواز شريف ان يقيم حوارا سيما مع طالبان باكستان ومع الحركات الاسلاميه الجهاديه الاخرى الموجوده؟ طبعا هو يريد ان يجري حوارا مع حركه طالبان كخياره الاول، لانه حركه طالبان الباكستانيه هي انني اراها كتمديد حركه طالبان الافغانيه، ولكن هناك عديد من العناصر الاجراميه قد انضموا على حركة طالبان الباكستانية، ويريد المعالجة من خلال المباحثات. صح، هو يريد ذلك سيادة السفير، ولكن هل يستطيع؟ هل يمتلك الأدوات؟ وهل يسمحون هم له؟ هو فعلا سيحاول على قدر الإمكان، وبهذا هو يريد المساعدة من عمران خان، لأنه حزب عمران خان هي ستكون الحزب القائد في منطقة خيبر بختونخوا، وهذه المنطقة هي منطقة مجاورة للقبائل، منطقة قبائل. فهناك لابد من التعاون بين عمران خان وبين نواز شريف لكي ينجح لإنجاح هذه عملية الحوار. ولكن هذه عملية الحوار هي يعني خيار مفضل لدى نواز شريف. سنجرب هذا الحوار، وإذا لم ينجح سنلجأ إلى يعني خيارات أخرى. ما هو الخيار الآخر أمان في وجه هذا التحدي، بالنظر إلى أنه ينبغي تشكيل ائتلاف بين هذين الحزبين لتشكيل حكومة قوية على ما أعتقد، بالنظر إلى نسب التصويت، أليس هذا قائم؟ يعني حتى لو لم يكن هناك ائتلاف بين يعني هذين الحزبين، لكن نواز شريف
له يعني يعني بطاقة بأنه سيكون بإمكانه أن يقوم بمفاوضات مع حركة طالبان أو مع مقاتلي طالبان المتواجدين على أراضي باكستان، حيث أن هؤلاء المقاتلين يعني منذ حوالي سنة قالوا اشترطوا الحوار مع الحكومة السابقة على شرط أن يكون يتتم هذه المفاوضات بوساطة من أحزاب محددة من بين حزب نواز شريف، فلذلك هذا يعني الأمر ممكن أن يمكن نواز شريف بالاقتراب مع الطالبان من ناحية، ومن ناحية أخرى ممكن أن يضغط على حركة طالبان العسكرية. هل يمكن للجيش أن يسمح بهذا النوع من التمكن أو فرض النفوذ من قبل نواز شريف، بالنظر إلى أننا نعرف كيف أتى بيرفيز مشرف إلى السلطة بالدرجة الأولى؟ نواز شريف ليس جديدا على حكم باكستان، والذي أطاح به كان بيرفيز مشرف. نعم. أين سيكون الجيش من هذه المعادلة؟ هذه المرة يعني نواز شريف يأتي للسلطة ليست كمرة سابقة التي كان هو جاء مرتين وصل إلى السلطة في التسعينيات من القرن الماضي. هذه المرة هو يصل إلى السلطة يعني بعد أحداث 11 سبتمبر وبعد أحداث مقتل بن لادن في باكستان داخل باكستان. إذن الجيش الباكستاني يعرف مدى خطورة الوضع الذي يواجهها أو تواجهها باكستان حاليا، ومن كل هذه الظروف قد يجعل أو تجعل الجيش أن يتفهم وأن يعني يترك الطريق لنواز شريف أن يخوض أو أن يمضي قدما في معالجة هذه التحديات التي الآن تواجهها باكستان عسكريا. سعادة السفير، تتفق مع هذا؟ الجيش قد يترك الساحة لنواز شريف لينفذ يعني مواجهاته لهذه التحديات، بالنظر إلى أنه هناك أيضا اتهامات وجهت للجيش بالتقاعس في حماية بنظير بوتو، وهناك بيرفيز مشرف الذي هو تحت الإقامة الجبرية. هل هذه أوراق تفتح الباب أمام نواز شريف لكي ينفذ خططه بالشكل الذي يرتئيه هو؟ هو على نواز شريف أن يتقدم بكل الحكمة وبدون أي استفزاز الجيش. وإنني أوافق الضيف بأن الباكستان اليوم ليس هو باكستان الأمس. عندنا محكمة حرة وعندنا وسائل إعلام نشطة وفاعلة وحرة أيضا. وحركة ويعني لحسن الحظ حركة طالبان هي تثق في نواز شريف، فهناك يعني أشياء إيجابية كثيرة. كيف يعني لا يستفز الجيش سعادة السفير؟ كيف يمكن لنواز شريف أن يستفز أو لا يستفز الجيش من وجهة نظرك؟ لأنه هو يعني ماذا أريد أن أقول هو أن لا يفتح الملفات الجديدة ولا يقوم بتصريحات جديدة ضد الجيش. طيب. وأظن هو تعلم دروسا من الماضي، وهيكون أكثر أقلانية هذه المرة. النقطة الأخرى المهمة سعادة السفير هي علاقة نواز شريف والحكومة السابقة له بالغرب. يعني بالنظر إلى علاقة زرداري بالغرب لم تكن هذه العلاقة على هذا القدر من الجودة، ولكن نواز شريف ما هي الورقة التي لديه ليلعب بها مع الغرب في هذه المرحلة؟ السؤال موجه لي. علاقة نواز شريف كيف ستكون بالغرب من وجهة نظرك؟ علاقة نواز شريف مع الغرب هيكون علاقة جيدة، علاقة ودية، لأنه نواز شريف هو رجل الأعمال، هو يعرف السياسة، هو يعرف الاقتصاد، وهو يعرف الحقائق، هو يعرف أنه الاقتصاد الباكستاني يواجه مشاكل عديدة، وفي الغرب الاقتصاد الباكستاني مصالح هوية. نعم. مع الصندوق الدولي، مع البنك الدولي، ومع في المجال التجاري. طيب. في مجال المعونات هو يعرف هذا جيدا. صح. هو يعني علاقة جيدة. هو تحدث عن هذا الأمر، ولكن في عجالة أمان الله هناك ملف آخر هو تحدث عنه. نواز شريف تعهد بإنهاء مشاركة باكستان في الحرب على الإرهاب، هل هذه بداية جيدة في علاقة مع الغرب؟
هو قال هكذا في حملته الانتخابية، قد يكون هذا لجلب الأصوات قبل الانتخابات أو جلب حماية الناس، لكن أعتقد أنه أراد بهذا الكلام أنه يريد إنهاء الحرب على الإرهاب في باكستان. نعم. بالتالي أراد أن يخوض باكستان الحكومة القادمة يخوض مفاوضات مع مقاتلي طالبان أو المتشددين المتواجدين في باكستان. أمان الله عطا محمد الصحفي في بي بي سي منضم إلينا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. ومن إسلام أباد سعادة سفير جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني الأسبق، شكرا جزيلا لكما.